بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني. أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني. حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني، وتحيا مصر مشرقة وتبقى مصر عنواني، وتبقى مصر عنواني. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فإني أستثمر الوقت حتى يتسنى لي أن أوصل لكم المادة العلمية كاملة في هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا، وأذكركم بأنني لازلت في خضم سلسلة الطيبة المباركة في فضل مصر. ولذلك أقول للجميع كونوا معي، لا أقول بالأذان الموجودة في الرؤوس، ولكن بالأذان الموجودة في القلوب. فإن الناظر في هذه القضية حينما تحدثت مع الأشياخ والأحبة في فضل مصر، فيعني كان الجميع يقول يعني إن الإنسان إذا جمع في فضل مصر لن يستطيع أن يجمع أكثر من ساعة أو من ساعتين، فأن لك يعني أن تأتي بأكثر من 650 دقيقة يعني في هذا المجال. قلت إن الأمر واسع بإذن الله جل وعلا، حيث أني أعود إلى دلالات الكتاب، أعود إلى دلالات صحيح السنة، أعود إلى أقوال سلف الأمة، أعود إلى التاريخ، أعود إلى اللغة العربية، أعود إلى الفضل بالنسبة للأوطان بإذن الله جل وعلا. ولذلك فإن من بحث ليس كمن لم يبحث على الإطلاق، أو كما قالوا ليس من رأى كمن لم يرى، وليس المخبر كالمعاين، وليس من ذاق كمن لم يذق. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، بل إني لو أردت أن أستفيد أكثر وأكثر في فضل هذا الوطن الحبيب لتكلمت أكثر وأتيت بأكثر من ذلك إن شاء رب العالمين. هذه الحلقة بعنوان ولاية مصر جامعة. ولاية مصر جامعة، مرة ثالثة، ولاية مصر جامعة، يعني حلقة عجيبة بإذن الله جل وعلا. واحد يقول لي ولاية مصر جامعة، ما معنى ذلك يا شيخ؟ نقول له قالوا ولاية مصر جامعة، هكذا تحدثوا بعد عمرو ابن العاص. أما صاحب المقولة فهو عمرو الذي سبق هؤلاء. عمرو ابن العاص يقول في ذلك، قال ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، تعدل الخلافة. ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة. يبقى عمرو بن العاص الكلمة حينما فتح الله مصر على يديه قال ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة، يعني جعل الخلافة يعني خلافة الأمة في كفة، وجعل حكم مصر في كفة، يعني العراق وسوريا والأردن فلسطين كل المنطقة الإسلامية في كفة، وجعل مصر في كفة أخرى، هذه تعدل تلك. هذا مش كلامي، ده كلام الصحابي الجليل، ده كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الذي فتح الله على يديه مصر مرة ثانية. حتى لا يقال إنني الذي أقول ذلك، لا، بل أقول إن عمرو الذي قال ذلك، ومن بعده قال العلماء وقال الناس إن ولاية مصر جامعة، إن ولاية مصر جامعة، وهي تعدل الخلاف، يعني جعل بلاد الإسلام في كفة وجعل مصر في كفة أخرى. يعني ما نجي نقول هذا السلطان هذا الخليفة إنما يحكم الأمة الإسلامية من في إفريقيا وفي آسيا ومن ناحية الصين والتركستان إلى آخر هذه الأمور وبما في ذلك مصر، لكن الحكم في مصر يوضع في كفة، وفي هذه البلدان في السعودية في الكويت في قطر في الإمارات في كل هذه البلدان في كفة. يعني حاليا بقوله هذا الحكم في مصر يعدل الحكم في السعودية في الكويت في قطر في الإمارات في البحرين في بلاد الشام، مش بقى بس بقول يعني في سوريا في بلاد الشام بالإجماع، في لبنان في سوريا في فلسطين لما يكون الحكم الإسلامي كذا طبعا يعني قائم على كذا، وفي العراق لما يكون الحكم الإسلامي إلى آخره. ولذلك نقول لك ولاية جامعة مش كده وبس. شوف العلماء قالوا إيه كمان على هذه الولاية الجامعة وعلى هذا الوطن الحبيب، قالوا وأهلها يستغنون عن كل بلد. وأهلها، الضمير عائد على مين؟ على مصر. وأهلها يعني وأهل مصر يستغنون عن كل بلد، ده أنا الوقت يا عم يا هو محتاج دول الخليج، محتاج سندون النقد، محتاج
الدول المنحة ما تقلقش، دي اسمها طفرات. مصر تتزلزل، تمر بها المحن، تمر بها الإحن، تمر بها الابتلاءات، يمر بها الضيق، لكن ما أن يتصالح أهلها مع ملك الملوك ورب الأرباب ويتصالح بعضهم مع بعض ويعود الجميع إلى حذيرة الإمام سائلين الرحيم الرحمن، إلا وجدوا مصر خزائن الأرض. لذلك سيدنا يوسف قال إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض. ساعتها يشوف الحقيقة ويشوف الخير في هذه البلدة. إنما طالما في نزاع، في استقطاب، في زعل، في كيد، في خطاب كراهية، في كذا، الكل بعيد عن ربنا إلى آخره، لا لا ما تقدرش على الإطلاق. ولذلك قول العلماء وأهلها يستغنون عن كل بلد، حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا بسور، يعني حتى لو أن أهل الدنيا صوروا على مصر ومنعوها من الأقطار والأمصار والبلاد والعباد، لاستغنى أهلها بالخير الموجود فيها. بمعنى لو أنهم ضربوا على مصر حصارا اقتصاديا، حصارا من كل نوع، وصوروا على مصر بسور، حال هذا السور بين مصر وبين البلدان بأسرها، لاستغنى أهل مصر بالخير الموجود فيها. ولما لا؟ أرجعك ثاني، سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. تعال معايا عشان تقف على هذا الفهم كما ينبغي. الجاحظ رحمه الله هو الذي قال المقولة السابقة التي ذكرتها لكم، قال إن أهلها يستغنون عن كل بلد حتى لو ضرب بينها وبينهم بسور إلى آخره. هذا كلام مين؟ الجاحظ. وعلى ذلك كلام أهل العلم، وعلى ذلك ما استنبط من الفهم من خلال النص القرآني. طيب في قول لا اجعلني على خزائن الأرض، أهل العلم يقول لك الله لا، ما جاش مقصود خزائن الأرض مصر. آه نعم يا مصر، لكن هي خزائن الأرض. إزاي؟ بقول لك في قوله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له إيه؟ منكرون. النص القرآني يخبر تعالى عن قدوم يوسف، خلي بالكه، إلى الديار المصري، وبعد ما يوسف أتى إلى الديار المصرية وخلاص ومكن الله له وصار حاكما، حاكم غير ملك، وصار حاكما لأمور مصر، أي عزيزة يقوم على أمرها ويتصرف فيها كما يشاء بإذن رب الأرض والسماء، مش كده بس. وبعد تأويل الرؤيا أي اللي جرى، يعني ابتلى الله جل وعلا البلاد والعباد بالقحط، ابتلى الله البلاد والعباد بالقحط. ولذلك كان الكل يأتون إلى الديار المصرية يتمارون، يطلبون الميرة يعني، يعني فيه، وذلك بعد يتم سنين الجدب وعمومها، العلماء يقولوا على سائر البلاد والعباد. يعني تقولي بس المجاورين لمصر، لا، ده كانت رؤية يوسف آية من آيات الله، وهذه المعجزة آية من آيات الله، ولما صار عزيزا أي حاكما لأهل مصر كان ذلك بثابت آية من آيات الله جل وعلا. ويجي الناس بقى مع احترامي الجذب يصيب البلاد والعبادة والأقطار والأمصار، والكل يأتون يتمارون الطعام، الكل جاي عايز الميرة، عايز الطعام من أرض مصر، الكل جاي ليوسف. منين؟ جايين من فلسطين، جايين من بلاد الشام بالإجماع، مش عايز أعد لك البلدان، جايين من ناحية العراق، جايين من كل قطر. ولذلك دول جايين من فلسطين، إخوة يوسف جايين من فلسطين، جايين يطلبوا الميرة، يطلبوا طعام لأهلهم، عشان هناك جدب، ما فيش طعام، ليه؟ الأرض منعة والسماء ممسكة والكل في جدب. إذن أهل الأقطار والأمصار وأهل البلاد والكثير من العباد جاءوا إلى مصر لأخذ ذلك من أرضها، ومصر كما يقول ولادة في كل خير. ولما لا؟ وأرضها ذهب، ويقول بعضهم ترابها ذهب، نيلها عجب، عندك الأرض ذهب، النيل عجب، ولذلك هي أرض زراعية، فيها الزراعة، فيها الصناعة، فيها السياحة، فيها كل شيء من كل، يعني لو قلنا هذه دولة صناعية عندك المكان وعندك الفعل وعندك العقول، هي دولة صناعية، دولة زراعية عندك دولة زراعية، دولة سياحية عندك الدولة السياحية، عندك البترول عندك بترول، عندك الغاز عندك فيها غاز، عندك الخامات عندك فيها خامات، عندك المناجم عندك المناجم مالية سينا ومالية الصحراء. الله، الجيوب عايزة تتضبط، الجيوب والذمم، فضلا عن لابد من التصالح مع ملك الملوك. ولذلك لو عدنا إلى ملك الملوك ورب الأرباب، لو تصالحنا مع رب الأرض والسماء على طول
يا أرض أخرجي بركاتك. هتلاقي بقى محتوى باكتشافات بترولية، اكتشافات غاز هنا من كل اتجاه. هتلاقي المناجم في سينا وفي غيرها ذهب ومعادن زي الفضة وكيت والحديد والكلام ده كله، كله هيخرج خيرات ما لها حل. يبقى عندك النيل زراعة، وعندك المناجم، وعندك البترول، وعندك الغاز، وعندك سياحة، عندك اللي مش موجود في أي دولة من دول الخليج، ولا موجود حتى في أي دولة خارجية على الإطلاق أو دولة أوروبية. يبقى الخير ساعتها يأتيك ويصب عليك من كل اتجاه. لكن أهل مصر هم اللي بحاجة يرجعوا ربنا شوية، محتاجين يرجعوا ربنا، صالحوا مع ربنا، صالحوا مع بعض، ويفهموا قدر الوطن، ويعملوا على التقدم والرقي، ويبحثون عن هذه الوسائل التي تودي بهم إلى ذاك التقدم وذاك الرقي. في الحالة دي ستكون مصر من أعظم البلدان. إنما عاد أغني مصر ومش عارف إيه، ما يكفيش الغناء على الإطلاق، طابل ما يكفيش الطابل، أقعد أرقص ما يكفيش، ده كلام فارغ. لكن أنا مطالب بعدة أمور. أول حاجة تصالح مع الله، اثنين نتصالح مع بعضنا، ثلاثة نعود إلى حظيرة الإيمان تبقى كليتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده عمل وإنتاج، بحث وأخذ بالأسباب. ساعتها مصر نعم سنقول أنها عظيمة وكبيرة، عظيمة لأنها في الأصل عظيمة وكبيرة، ولها فضل عظيم ذكره رب العالمين في كتابه الكريم، فضلا عن بشارة سيد المرسلين لفتحها ولعلو الراية فيها بإذن الله جل وعلا. طيب واحد يقدر يقول لي بس خلي بالك يا شيخ بيجي برضو سنوات بلاء على مصر، اقول له اه حصل، لان لو مرت في التاريخ ست حوادث لست سنوات مرت على مصر كانت من اشد ما يكون. على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، مثلا سنة 462 12 85 86 بالبداية والنهاية، شيخ الاسلام ابن كثير رحمة الله عليه، يبقى السنة احداث سنة 462 هجري. ايه اللي حصل؟ يعني حدث غلاء شديد بمصر، وانا عايزكم تفهموا مني حاجة، ان مصر ممكن تتعرض لزلزلة، ممكن تتعرض لبلاء، تتعرض لغلاء، تتعرض لوباء، لكن لا تسقط، بمعنى لا تموت ولا تقسم. هكذا من بشارة النبي في صحيح مسلم وعند الطبراني في الكبير، والراية لأهل الإسلام فيها. إنما تتعرض لدي بسبب إيه؟ الغباء من بعض أولادها، الفساد من بعض أولادها، لكن لما يكون أولادها على قدر المسؤولية لا تسقط، وهي بإذن الله لن تسقط. إنما تمر بمحن بسبب الغباء. ليه؟ جه الغلاء. أهل العلم يقولون أمر يبدأ بالغلاء ثم يسنى بالبلاء ثم يثلث بالوباء، ودي رسل من عندي رب الأرض والسماء. قالوا مصر تناحروا سنة 462 وما قبلها، واختصموا خطب كراهية، وفي حقد، وفي فعل الآثام، وإتيان المعاصي والمحرمات إلى آخر هذه الأمور، شربت الخمور وارتكب الفجور وهتكت السطور واختلف الناس وكره الناس بعضهم بعض إلى آخر. الله مشكلة. أم ربنا مسلط الغلاء بقت مصيبة كبيرة قوي، حتى أكل الناس الغلاء لما جه الناس مش لاقية تاكل، مش كده وبس، الغلاء اشتد، أم جاي البلاء كمان، الأرض أمسكت والسماء بقت الأرض ما فيش أي خيرات، لا في أنعام ولا في أي شيء، فمات الزرع ومات الحرث وماتت الأنعام، حتى أكل الناس الجيف والنتن والكلاب. أنا ذكرت لكم المرجع البداية والنهاية، وقلت لكم الجزء 12 الصفحة 85-86، وقلت لكم حوادث السنة 462 دي من ست سنوات حصلت في مصر. الناس أكلوا النتن والجيف والكلاب، وكان الناس يموتون من شدة الجوع، ويدفن في اليوم الواحد الآلاف، وحتى الدواب هلكت، حتى إن الحاكم كان عنده من الدواب قد كذا لم يبقى عنده إلا ثلاثة كده وبس. صار الكلب يباع بخمس دنانير، خمس دنانير ذهبية ذهبية عشان الناس تاكله، الناس مش لاقية، غضب الراجل الأمير ده حاكم مصر، سافر بالدابة بتاعته المكان، عنده ثلاثة غلمان الخدم بتوعه واقفين على حراس، من شدة الوهن والضعف وعدم الأكل واعوا ناموا أغمى عليهم، قام جاي الناس على طول دبحين الدابة دي واكلوها، الناس لما اتاكلت على طول الامير امر بصلب الثلاثة اللي دبحوه صلبوا، ام الناس جايين واكلين جثثهم وهم على آلة الصلب.
ساعتها اشتد الأمر، لكن يعني خاب العلماء وذكروا الناس برب الناس فتابوا وأنابوا وعدوا إلى الله وضجوا وبكوا وعدوا إلى المساجد، فرفع الله الغلاء ورفع البلاء ورفع الوباء، وعادت مصر إلى أعظم حالاتها بقوتها بفضل الله. يبقى يا جماعة باختصار، مصر مع ربنا مصر عظيمة جدا، مصر تتعرض لزلزلة ومحنة بسبب أولادها، فإحنا عايزين على قدر المسؤولية لأن وطننا عظيم، فنتمنى له الخير العميم. هذا، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني، أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني. حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني، وتحيا مصر مشرقة وتبقى مصر عنواني، وتبقى مصر عنواني.